إذا رأيت أحدى زميلاتك تتحدث عن صديقتك بالسوء، ماذا تفعلين؟ أنصحهم بعدم فعل ذلك. إخبار صديقتي بالموضوع، مشاركتهم بالحديث؟ لا، جواب خاطئ. مشاركة الآخرين بالأحاديث السيئة هو فعل خاطئ. لا أنصح بذلك، لأن إخبار صديقتك ستزيد المشكلة. أحسنت، فيجب أن تشاركي بتغيير أي سلوك سيء. إذا قام أحد زملائك بسرقة طعامك، ماذا تفعل؟ الصراخ بأعلى صوتي؟ أخذ وجبة طفل آخر؟ الحوار بطريقة لائقة؟